الو، مرحبا بك، نبدا دونك من جديد. في تيجيني نسالك مرحبا. شويه اسئله بعثهم لك. اوكي، سنة خلينا نمشي ناخذ باهي شارجر. سنة قصيك خلينا نمشي ناخذ شارجر. سنة هاي باهي. اوكي الو، نسمع فيك. باهي، قصي سيكسي قال لك انت اقوى ريجيسور في الكلوب، وزعما يجي نهار ترجع للكلوب ولا تم قلت لها من الاول انا اخويا كان يحب يرجعوني، نرجع انا. ما عندك حتى ما مشكلة؟ عندي حتى مشكلة اخويا، من وقتاش انا سكرت على الكلوب؟ انا من وقتاش انا باهي. لازهر قال لك دابري لوي بوركوا لو سي ا ايتيل اريف دون سيت سيتوياسيون، أمور مادية بصراحة، علاش الكلوب وصلت للسيتوياسيون هذه أمور معناها؟ مادية إسلام بصراحة، أمور مادية. أون بليس أمور مادية معناتها، أون بليس ريجي معناتها بصراحة، معناتها الرئيس مش متاع الكلوب بصراحة، معناتها لازم يجي واحد نون بويسون، واحد ترجع الأمور، ولا خويا ولا الجمعية يخدموا مع الرئيس الحالي معناها اليونسي مش تاع الكلوب لا تشوفوه. لا لا لا. السؤال الثاني، اشرف قال لك شو رايك في بوبليك سيا، شنو ما اسباب خروجك المرتين من الكلوب؟ اوكي جاوبنا عليهم اذا السؤال تاعهم. غربي قال لك رونالدو ولا ميسي؟ ميسي يا اخوي. فهد بن عبد القادر، شكون علمك تشوت ليكو فرانك؟ والله واحد مدرب اسمه تومازوني يا اخوي، كنت صغير في الانتر، بعد اونترينمون ريت كنت معناتها في سون دو فورماسيون، فهمتني؟ معناتها حتى من بعد الانترينمون ديما ساعتين، يخلي حتى الجوارات معايا، وديما معناتها نشوت في كفرانات. باهي، نسألك قبل، سؤال اسمه سوار السخيري قتلك، بون نسألك قبل، هو شخصي شوية سؤال وعنده علاقة بخروجك من الكلوب وعلاقتك بسليم الرياحي، نجم نسأل ولا لا؟ ما فهمتك، سامحني ما فهمتكش، قلت لي قلت لك سؤال نشاور قبل ما نسأله هاي معناه، شخصي شوية، خاطر شوية بيرسونيل، عنده علاقة بخروجك من الكلوب وعلاقتك بسليم الرياحي. اوكي. والله باهي، هل صحيح انك كنت عندك علاقة مع صديقة سليم الرياحي على ذلك هو خرجك من الكلوب والفضي جدلك؟ سمعت بقى الحكايه هذه، بالفضل قالوا لي على مرام بن عزيز، يا اخي نعرفها انا، نعرفهاش انا، قالوا لي علاه الحكايه هذه؟ مش لا صحيح مش معناها. صحيح، كان هو عنده علاقه مع اخوي اموره هذيك، اما انا لا. فارس قال لك شنو رايك في التجربة في تونس بصفة عامة وفي الفريق بصفة خاصة؟ سمعت التجربه، الاكسبيرونس في تونس، الاكسبيرينس بتاعي الاكسبيرونس بتاعك في الشامبيونات تاع تونس وفي الكلوب لا، في كما الزوز قلت معناها. لك اكسبيرينس معناتها عجبتني على الاخر، كما قلت لك معناتها عملت عائلة وصحاب وعشت معناتها دي زيموسيون معناتها اللي ما عشتهمش من برا، كما قلت لك ريتك الحب نتاع الجمعيه وكل حكايه، ما عرفتهمش لبرا. اوكي تعرفهم في اوروبا، ما مش للدرجه هذه، خاطر ما توصلش حتى للشارع ولدارك، ولا ريت جمهور الكلوب كي تخسر ماتش ينجم يجيك لدارك، ولا كي تربح ماتش ينجم تدخل فيه واحد لا ديسيون صاي خالصه، فهمتني ما صارت لك هذه قبل؟ بيان سور صارت لي. وين قهوة ولا شي ريستورون ولا شي؟ تحب تعرف وين الريستورون؟ خلينا نمشي بالك شي يخلصوا لي ريستورون ما صارت لي في نعرفش. كباريه، صارت لي. انا نحكي باهي هناك، اسكندر نحكي قال لك شنو هناك، رايك؟ نحكي هناك، هذيك معلم المشكلة ولا هذه، معلم؟ نحكي فاهم ياسر معلم هناك، هذيك المشكلة اللي فما اللي فما اخويا، باهي. علاش تخرج واللي اسكندر قال لك شنو رايك في سليم الرياحي وانه احسن بونتو ماركيتو مع الكلوب؟ اكيد معك بنت ويت في الدربي بصراحة، اول بنت 2015 كي عملنا ديزادو، والبونت نتاع 2018 بصراحة.
بي اشرف بركاتي قال لك بين الزوز بونتويت نتاع اللي ملكتهم في الديربي يعني احسن واحد. معناتها مش نفس الـ 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 بصراحه نقول انا بون نجم نقول لك نتاع 2018 خاطر هو جاب لي الربح فهمتني. وحاجه اخرى معناتها فتره والكلوب معناتها كانت في فتره خايبه ورجعنا نربحوا ماتشوات والاسبيرونس وقتها كانت كانت كاسحه و حتى اول خاطر تعرف شنو ريت كورجي يحب ديما البونتوات حاجات اللي مش مستانس ديما يعمل فيهم فهمتني. ريت كفرونات معناتها ما نكبرش روحي لكن الكفرونات وليت ريت ماكي كفرونات معناتها نعرف النجم نماكيهم فهمتني. لكن صحيت لكن كنت راتاك مشات فيسع كيما هكا وتماركي في ديربي بونتو اللي انت ماكش مستانس تتماركيهم حاجه اخرى فهمتني ولا مخدومه صحيت فهمتني. اون بليس خدمه نتاع ايكيب في خدمه نتاع جمعيه فهمتني بصراحه. جابو قال لك ديربي 2015 باب 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 واه جابو خويا ديربي 2015 كانت بصراحه توب 2-0 خويا والله في دي مينيت رجعوا علينا هكا وديربي يبقى ديما ديربي بصراحه. وجوارات ريت يكذب عليك يكذب عليك جوار جوار معناتها جوارات باهين كاسحين لازم تلقاهم في الماتشات الكبار هاك تشوف معناتها جوارات معناتها الليجوند الكل معناتها نتاع الكلوب هاو عملوا ليكيب نتاع تاريخ الكلوب هاك تشوف جوارات الكلهم تلقى الكلهم ماركيو في الدربيات وعديهم ترحوا في الدربي تشوف الجوارات فهمتني. صحيح نستغل الفرصه يتفرج فينا جابو الجمهور من بكري جابو هاي نحاول نبرمجو ديريكت مع جابو نقول للجمهور اللي يسال على جابو من بكري والله تونجيك تونجيك كان تونجيك له سؤال حتى انا معك تمام. علي السياع قال لك شنو عيوب فتره تسليم رياحي ومنتصر الوحيشي يوسف العلمي في كلمه. بصراحة يوسف العلمي ومنصر الوحيشي نقول عائلة عبارة كيما اخوات كبار بصراحة اخوات كبار. منصر هاو 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 خرج من الكلوب وعلي خرجت انا ومازال نقابله وتعرف ساعات مع تاريت مع بوه كان يداوي في باريس قابلته في باريس منصر يعني مشينا عملنا قهوة مع بعضنا معناتها اخوات بقينا اخوات فهمتني. وحتى يوسف حتى خرج من الكلوب قابلته معناتها فهمتني. تسليم رياح بصراحه معناتها ما نجمش نقول لك حاجات خايبين اوكي معناتها هو السبب في برشا مشاكل في الكلوب بصراحه لكن ما تنجمش تلوم عليه هو واحد فهمتني. ما تنجمش تلوم عليه هو واحد وخاطر عفريتو معناتها جا وصرف وخلص برشا حكايات وما تنجمش تلوم عليه وحده عمل برشا غلطات لكن مش وحده هكا هو. اما الحاجات الباهينه اللي صاروا الكل في الكلوب ديما تلقى بصراحه ما غير معناتها ما نحبش لا نلعب بواحد ولا نحكي فهمتني. اما بصراحه تلقى ديما يوسف العلمي وراه ومنتصر العيشي وراه الحاجات الباهين في الكلوب. واضح. مخلص الشريتي قال لك تنجم تفسر عليه عملت حركه مش اخلاقيه في ماتش السبيخه كوب واللي صار بعده عنف شنو صار علاش عملت وقت الجلسه هذيك؟ شوف ماتش بيغا كان هو كان انت تتفرج ماتش الكل حجر وسبان وما شفتش انت بعد المباراه وقبل المباراه ومعناتها حاجه جراف معناتها فهمتني. حاكم اللي كان غادي ما جاش يدافع علينا فهمتني ولا يعني حجر وسبان الجوار جاي معناتها قبل نشوط بنالتي يسب لي امي ويسب لي ندرى شنو فهمتني. كي ماركيت معناتها عملت رياكسيون اوكي خايبه ابري تو معناتها واحد يبدا عبد معناتها فهمتني عبد هذاك علاش عملت رياكسيون خايبه وكاو وخديت زوج ماتشات اون بليس. مخلص شريتي قال لك هل عاونت في اللخ نتاع الكلوب ولا تاع الجمهور؟ هاي اسكو عاونت ولا؟ والله عاونت ما كنتش في تونس ها ما عاونت دفعت فلوس نجم نعرفه قداش؟ لا ما تنجمش خويا يديك اليمين ما تنجمش تعرف يديك اللي صار في عطات يا خويا. بي يزا كريم قال لك شنو حكايه الاكسيدون؟ اسال الاكسيدون بو حكينا عليه ما نجمش نجم يرجع اللايف يلقى الريبونس وشنو احساسه لعب برشا بلدان اندونيسيا والعراق واليونان حكينا عليه كيف الموضوع نزيد نشوف بون كان هذوما سؤالات خلينا نكمل معاك بكويز تيجي انت اول تعليق
لا لا سمعتها مشكلة، كون في نمو يا اخويا بالعكس. نعدي في الوقت ده. ها ب شكون تشوفوا توا احسن لاعب تونسي؟ تونسي وين، في البطولة ولا في منتخب؟ شبيها ظلامة يا اخي، قص الضوء عندك لا لا هاو كالضوء اخويا، انت عندك انت هاو كالضوء عندي انا. شوف باش يكون احسن لاعب تونسي تو في البطولة ولا في تونس؟ عنده ناس ثنائيتين تونسيين. وائل الخزري. شكون احسن لاعب في تاريخ تونس؟ تاريخ تونس ما سا دي بون، ما سا دي بون معناتها بصراحة، فما ليبوك القديمة ما نعرفش ليبوك القديمة، فهمتني؟ أما حاتم ترابلسي ملعب بطولة تونسية، ملعب في بطولة تونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا مش الشامبيونات في تونس؟ ملعب في بطولة تونسية لنجم تونسي تحكي ولا مش تونسي؟ ينجح مش تونسي، حتى مش تونسي ولا تونسي، كيف المهم في يلعب في الشامبيونات بتاع تونس. عندك بصراحة عندك واحد بيفو في التراجي عجبني على الآخر، كوليبالي بن رمضان تونسي نحكي لك أنا، تونسي بن باهي رمضان بصراحة عنده بوتنسيال باهي على الآخر. عندك الشماخي عنده بوتنسيال على الآخر. هذا مهم. أحمد خليل بصراحة، أحمد خليل أوكي عنده لي بليسير لكن بصراحة بيفو غير عادي بصراحة، خدام خدام شكون أقرب ومكمبي. لاعب ليك؟ ها أقرب لاعب ليك شكون؟ توا في تونس ولا في تحكي اون جينيرال؟ اون جينيرال معنا نقولوا نادر غاندي بصراحة، حتى في باريس معناتها جاء ورقد في الدار معناتها نادر غاندي بصراحة. شكون أحسن مدرب تونسي؟ تونسي هاي أحسن مدرب بتونسي عندك بصراحة اللي ترينت، خاطر ما نجمش نقول لك اللي ما ترينتش معاهم فهمتني، اللي ترينت عندهم نبيل الكوكي. شكون لونتوريال عنده فضل على تيجاني بلاي؟ ما تفضله فضل عمل عليك مزية نقولوا حاجة هك، هو لانسيك هو دزك. روجيلو مير ماتش ما تنساش، ماتش ما تنساش فرنسا تونس في فرنسا، اللي مالك عيسان جمعة صحيت وقتها صحيت صحيت وقت لعبت ضد العائلة، ما هو أنا خاطر أنا في مولود في فرنسا وبابا وامي معناتها مولودين في تونس، معناتها عندي دوبل ناسيوناليتي فهمتني، وابرتو معناتها في فرنسا ووقتها في استاد، معناتها استاد 5 دقائق من داري، معناتها حومتي الكل مشيت تتفرج على الماتش، ووقتها معناتها كنت 19 سنة معناتها فهمتني، كنت 19 ولا 20 سنة معناتها معناتها بصراحة الماتش هذا كان معناتها قعدت في التاريخ في مخي فهمتني. تونس كان أكثر من فرانسيس وقت هذا. صحيح. حكى لي عصام جمعة، أنا قال لي غزال وليبيري قاعد بحضر وقت ليم الناسيونال، قال لي يا أخي وين نلعب ونحن في فرنسا ولا في تونس؟ والله حتى تيري أوري من بعد الماتش مشى وقال سي با نورمال نلعبوا في فرنسا وليم ناسيونال معناتها يتزفر فهمتني، يعني هذاك علاش قلت لك بصراحه كونتكست ريت في الماتش هذا كان كونتكست بوليتيك وفي الفرنسيين معناتها فريمون اللي كنت عايشته في صغري معناتها خرج غادي فهمتني. زيد فهم ما شنو اللي عرفته ما خاطر ما خاطر فرنسا وتونس لازم معناتها ريت لازم يجري الكل شجعوا ورا تونس، كان كونتكست بوليتيك فهمت، وهما زفروا على ناسيونال والرئيس مشى معناتها خاطر كان فهم برشا فما دي راسيزم في فرنسا والعرب في فرنسا فهمتني، ولا هذاك علاش الماتش هذا كان. انت تريت نسولك حاجات نتاع راسيزم غادي؟ لا لكن اكيد معناتها عربي في فرنسا عربي فهمتني ولا
اكيد معناتها في اي واحد فهمتك يجي يعني. يقول لك نفس الحكايه معناتها فهمتني. باهي، أنا البونت ما تنساهاش قعدت في بالك. اول بونتو في التاريخ مع اول تونسي ماركه في تشامبيونز ليج في اوروبا مع سلافيا براغ، مع مع الدرب. سلافيا ماركيت البونتو وقتها اول مباراه نتاع سلافيا براغ في تشامبيونز ليج في التاريخ نتاع الجمعيه نتاع اول مباراه نتاع تشامبيونز ليج واول فيكتوار جبتها انا فهمتني في ليبول ولا قبل؟ في ليبول نسيت في لحظة. ليبول في ليبول. في ليبول أنا بونتو مزيان ماركيتو. مزيان ما ماركيتش بنتوات مزيانين ماركي كان بنتوات لا بالعكس. نجمش نقول لك معناتها بونتو الدربي بونتو بونتو بتاع دربي. الدربي خاطر كيما قلت أنا ومنهم اللي قلت عليك كنت أتاك. كونتر اتاك خاطر كيما قلت لك واحد ديما يحب الحاجات اللي ما يعرفش ما يعملهمش ديما فهمتني. باهي، بونتو ماركت واش انت تمنيت لو كان انت سجلته؟ شنو بونتو حبيت لو كان انت سجلته معناها. حبيت وانا سجلته اول اخر بونتو نتاع صبر في جرجيس أقرب جمعية ليك في تونس بعد الكلوب؟ ها؟ أقرب جمعية ليك في تونس بعد الكلوب؟ ستاد تونيزيا بابا يحب الستاد علاش؟ أوكي. باهي، شنو الحاجة فيك ما تعجبكش؟ حتى حاجة فيك ما تعجبنيش نحبش حاجة فيك ما تعجبكش؟ الفياسة أنا نحبش واحد يفلم وفياسة فهمتني يعني يبدأ ما يبداش هو نفسه حاجة فيك أنت فيك. ما فهمتنيش، حاجة فيك أنت فيك أنت. يا هذا ما نحبش الفياسة كل نحبش شيء يعجبك في روحك، فما شكون يقول لك لا أنا نرفوزي ما تعجبنيش هذه الحاجة نرفوزي اللي انا فيها. بصراحه نرفوزي انا قلت لك انا خاطر ما من إيه هذه ما فهمتش. على خاطر تو في الكوره معناتها ريت طبعا برشا عباد معناتها في الكوره يعيشوا كيف باش نقول لك انا تو وقت سايي تو وقت الريزو سوسيو وقت واحد ومعناتها يعملوا كارير مش بالكوره هي نفسها فهمتني يعني يعمل باز ويولي يلعب على خاطر هو عامل باز ما نعرفش كيف باش نفسر لك فهمتني يفلم ريت كي يبدا الكاميرا يبدا ديما غادي كي تبدا الفوتوغراف يبدا ديما معاه كي تبدا الواحد يبدا ما تفهم ما نحبش انا بصراحه انا فهمتني انا كاركتر نتاعي موديست وكيف نقولوا موديست بالتونسي صحيح متواضع. متواضع ما نحبش معناتها حتى كي ربحنا بطوله وقتها 2015 حتى الكوب مشيت وهزيتها وعملت فهمتني معناتها انا متواضع وريت الفتره اللي نعيشوا فيها توا كلها في الانستغرام والكلها في الواحد والكلها معناتها فهمتني ما نحبهاش فهمت. اخر حاجه باش نكمل بها تيجين اعمل لي فورماسيون احسن من لعبيه لعبت معاهم وانت تكون ديس نتاعها. احسن اللاعبين اللي لعبت معاه المهم يكون ديس نتاعهم عملية تشكيلة اوه خويا انت نعطيك نبدأ في 90% 100% تنعطي لك شهورة تاع الانتر مش نقول لك انا شو نقول لك انا صحيح صحيح اسمع الناحية نخرجوا الانتر نخرجوا الانتر من اللعب خويا التشكيلة الكلوب 2015 خويا هكا خويا ميرسي بوكو بفضلك اخويا ميرسي يعطيك الصحة نخليك في الاخر لو كانت تحب تقول حاجة بيبليك تونس ولا الكلوب ولا ميساج تحب تعدي لا اخويا ان شاء الله تونس ديجا تتعدي في الفترة الخايبة هذيك ان شاء الله معناتها العالم معناتها يتعدى على معناتها يباس معناتها البريود الخايبة هذيك ومن بعد البريود هذيك ان شاء الله معناتها كل شيء معناتها يبدا من جديد وهاك شوف معناتها حتى الكلوب وجمعيات الكورة و الايكونومي واللي تحب عليه معناتها الكل باش يعود من جديد ان شاء الله معناتها كل واحد ياخذ بلاصته وكاو يعطيك الصحة تيجيني وليلتك زينة. هاي السلام عليكم.